السلام عليكم خوتي اخواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم راني جيت تنحيد الكرموس، انتم كي كتشوفوا وجيت باش نشارك معكم هذا الاجواء نتاع الكرموس. انا كنت في الجرده، كنت نخدم في الجرده، انتم كنت جيت نخدم في الجرده ولقيت الكرموس وقلت علاش لا ما نحيدوش ونشارك معكم هذا الشيء باش تشوفوا. احنا في فرنسا احنا عندنا الكرموس، انت تشوفوا هذا الكرما هكا داير، هذا هو الكولور نتاعها، ولكن حلوه بحال العسل، بحال اللي كتاكلي الكوفيتير، حلوه بزاف زعما اللي فيه السكر وداك الشيء ما يقدرش ياكلها، شتي كم شرطه فيها، حلوه بزاف. انتو كتشوفوا كاينه هذه الكاليتي، هذه كرما اخرى حيت منها دابا، هذه كرما كحله وهي مشرطه، وهذه شويه ماشي كحله بزاف، انتو كتشوف هذه مشرطه، هذه حتى هي مشرطه ولكن ماشي كحله. انتم البنات تشوفوا، والنصارى راه ما تاكلوش الكرموس، هما كيديروا غير الكوفيتير، كيديروا غير الكوفيتير ما كياكلوهش. اسمحوا لي انا كنفيلمي بواحد اليد وكنحيد الكرموس بواحد اليد. انتم كتشوفوا زوين هذا الشيء، غير هو كاين النحل بزاف هنايا، كنخاف يعضني مع النحل كارعى عليه، كنخاف يردني ديار عامرين بالطرف نتاع الجرده. انتوا كتشوفوا شتي تبارك الله دايره ما بعيدش ما والو وحدايا. انتوا كتشوفوا النصارى كيديروا بها غير الكوفيتير ما تياكلوش، غير الكوفيتير اللي كيديروه ما كياكلوش هما. انتوا كتشوفوا سمحوا لي على هذا الفيديو غادي يجي شويه مخربق، كنفيلمي بيد وكنحيد بيد. اول البنات اللي كيدير به الكوفيتير كيجي الكوفيتير نتاعو زوين، بالنسبه اللي كيتناولوا الكوفيتير ولا الكاطو ولا ميم البنات اللي بغى يدير به لي طارت، لي طارت نتاع الكرموس وبغى يحتفظ به هكا خضر يديرو في الكونجيراتور، يقطعو شويه مازال ماشي طايب بزاف خاسر، شويه يكون شويه مازال قاصح زوين حلو. انا كناكله يقطعو يغسلو ويقطعو هكاك على جوج ويديرو في الكونجيراتور نتاعو، ومن بعد منين يبغي في ديك وقت الليالي وداك الشيء ما كيكونش الكرموس. انا كنخزنو كنجبد داك الكرموس وكنكراميليه بالزبده مع الزبده والسكر، وبخي كندير به لي طاغط نتاوعي كيجي زوين، حيت هذاك الوقت ما كيكونش كاع وقت الكرموس نهائيا، ما كيكون لا في فريغويات ولا تحجر، عرفتو الكرموس ما كنقدروش نحتفظو به في الفريغو ولا شي حاجه. البنات هنا كلشي كيتهلاو فيه واخا ما كياكلوش، سبحان الله العظيم هذا واحد السيد عنده شي خمسة د الكرمات ولا، ودايما تينقيهم وداكشي واخا ما تياكلهمش، غير لينا هكايا وداكشي وتيتهلاو في الحاجة مزيان. ومن بعد غادي نوريكم البارح لقيت في السوق واحد المرا لقات واحد الحليليف صغيور، ماشي غير داك الحليليف لاقية بزاف د الحيوان، وداك الحليليف اللي جابت للسوق جابت واحد الحلوف صغيور وجابتو وكطلب به في السوق، كطلب الناس باش تيعاونوها باش تشري له الدواء اللي بغى يعطي شي حاجه، ماشي غير داك الحلوف اللي عندها، كتلقى القطيطات حاشاكم الكجريوات اي حاجه، وكتشارك وكدير للناس باش يشوفوا هذاك، باش يشوفوا داك هذا وكيتعاطفوا معها وتعاونوها باش داك الحيوان ما يبقاش برا في الخلا، باش تشوفوا سبحان الله العظيم انتم الفرق ما بيننا وبين بلادنا. احنا بلادنا كنجاوب بلاد مناعس في الارض وما كنعاونوهش، ما كنستعطفوش معاه، ما كل واحد واخا يكون واحد لاباس عليه دايز على الاخر صافي. وشوف سبحان الله العظيم هما غير حيوان، ممنوع الحيوان يبقى برا. وتابعوا معنا هاتشوفوا البنات اغزال تبارك الله على وفي الكرمة. مع الشمس حارة هاد الايامات ما جيتش غير البارح اللي ما جيتش نحيد، بحال ما ساليش مع الخدمه وداكشي الواحد ما تيساليش، دابا جيت حتى العشيه لكن الحال مازال سخون بزاف.
نحيد شويه نعطي صحاباتي، انا بزاف عليا باش ناكلو. شتي تبارك الله غزال. كله كحله، وماشي كحل بزاف، هو تيعطي بحال الحموره ولا. والكرموس حداك ما بعيد، ماشي عالي بحال نتاع المغربان. والان خوتي خواتاتي هانتوما كتشوفونا، هذا هو الكرموس نتاعي، هو القطو. حتى انا مكنحتاج نشري حتى شي حاجه، هنا عندي البرقوق، عندي كلشي، حتى البرقوق القطو. انا غادي نوري لكم وتشوفوا، ما جبتش الشبكه فين نديرو، مي انا لقط البرقوق. شوف واحد الفراشه سبحان الله جات حطات عليه، كدير فراشه حتى شتي الفراشه جات فوقو سبحان الله، كتاكل لقط الحلاوه هوب 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 طارت، والله طارت ورجعات لقط الحلاوه. ايوا انتما البنات نوريكم البرقوق، انتما تشوفوا البنات ها هو الخوخ البرقوق، انتما هذيك تعرفوها، دي بحال هذيك دانونه، برقوق ولا الخوخ هذا ما عرف الشهديه ولا ما عرفت، تخلطوا لي السميات. كتشوفوا كاين البرقوق الاخر، البرقوق بحال اللي كنديروا في الطاجين، مي هو حلو بزاف، كتشوف حلو بزاف هذا. ليدي راه مسخين، كنت نخدم في الجردة. ايوا هادشي اللي غنقول لكم البنات، انا كاع ما كنشري والو تقريبا في هذا الصيف هذا، دائما الخضرة عندي موجودة والديسير وداكشي، ميم الخضرة هي لقطها، ميم الخضرة نتاعي الخضرة نتاعي انتو كتشوفو كلشي مقدية، بطاطا مطيشة، هاد الدنجال، الفلفلة كتشوفو، الفلفلة حارة نتوما، الفلفله حاره حتى هي، كلشي كلشي عندي، ما نتوما كتشوفوا كلشي كاين. شوف مطيشه تبارك الله، ما كنحتاج نشري مطيشه. وانتوما وشاركت معكم البنات هذا الفيديو هذا، نطلب الله ينال الاعجاب نتاعكم. ودابا غتبعونا البنات على الحليليف اللي قلت لكم، غتبعوا وغتسمعوا القوريه شنو كتقول، اللي ما تعرفش الفرنساويه غادي نترجم له. ديك النصرانيه قالت هي عندها واحد الفيرما كبيره، وكتلقاش في المقات شي حيوان تالف صغير هكا، قنيه ولا قطيطه ولا كليب حشاكم ولا اي حاجه، ولا الغزال حيت هنا موجود الغزال، لقات شي حاجه كتديها وكدي عندها الفيرما تاعها، وكتدور في السوق تتبيع الحلوه للدراري وداك الشيء، باش كتجمع تشري لهذوك الحيوانات الدواء. وانتم تشوفوا الخوت وتشوفوا قلوب النصارى كي دايرين وقلوبنا حنا كي دايرين، تيتعاطفوا غير مع حيوان، وحنا كدوزو على الناس ناعسين في الزنقه وفي الشوارع، والناس مراض ولا ما كاينش اللي كيدي فيهم. وتابعوا معنا البنات وكتبوا لي في التعاليق نتاعكم، الله يعطيكم ستار، وخليوا لي لي كومونتير زوينين باش نرد عليكم. علي الله يعاونكم، سلامه، باي باي، تابعوا خواتاتي. شوف على كواتن هذا الحليل فات، هذا كطلبوا لهم في السوق باش يعيشوهم خيريه نتاع الحيوانات. انتو كتشوفوا كيس يعتنيو بالحيوانات، لو بيتي كوشون، لو بيتي كوشون يجيبها غرو ادولت بو فير لا تاي دو ا بو بري كوم سي ا في دون لي 20 كيلو ادولت. اه سا فا وي سي تان توي كوشون ازياتيك سا فيان دو لا شين اوريجين مي لا فيان با دو لا شين. On a une ferme et nous on gère des animaux. Mon petit-fils s'appelle Cacahuète. Mais on a 30 animaux, il faut s'en occuper des soignants. Et on n'a aucune aide, ça c'est bénévole.
Alors ce qu'on fait pour se dépouiller, on vient au marché et on vend ces petites pastilles qui viennent des Vosges. C'est des bonbons qui viennent à la salle de pain. Ça vous dit de manger des petites pastilles.